وصفت مصادر الحملة اللي شنت على النائب جبران باسيل من خلال اتهامه بحذف تغريدة وردت بخطابه أمس حول استعمال القوة ضد رياض سلامي بدل الغرب بالتافة والسخيفة، فما قاله رئيس التيار الوطني الحر قد قاله. أشار خبير إحصائي إلى أنه أكثر المتضررين شعبياً من التباعد بين التيار وحزب الله رح يكون القوات اللبنانية يلي بنت شعبيتها على اعتبار العونية السياسية غطاء للسلاح المقاومة. بعد توقع حصول فراغ قصير ثم تنبؤ بانتهاء الفراغ بأدار، حدد محللون سياسيون بارزون موعد جديد للتسوية هو حزيران المقبل.